السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يا ما كان فتاة ذات نور وبهاء، يقال لها كهرباء ويكنونها بأم الضياء. تسرح بأبهى صورة ومن ورائها فاتورة، وكل من شافها يغني لها نورة نورة يا نورة. ونفدى هذا الصورة طول الوقت وانتي طفي، في منين جات الفاتورة؟ عبده تسلف شمعة وحسن شغل ماطورة، وانا غارق في الظلمة ومسوي في البيت ثورة. يا عبدي سدي سلك واربط من عند الجورة. ثم تقدم لخطبتها ديزل بن صليط بن ثرثر، وبنى لها كوخا من الوقود الأحفوري، ورغم أنه صرف عليها ربع الميزانية إلا أنها كانت تعاني من العجز والضعف فلم تنجب منه. فقال له صديقه عداد: واضح أنك ديزل مهرب، من استحى من كهربائه لا ولعت ولا طفت. فما كان من ديزل إلا أن سوى عملية وركب مولد، وأنجب منها ولدان هما طفي ولصي، وبنتان هما لمبا ونجفة. وذات مساء جاء إلى القرية فتى صينيا يقال له ماطور، وسار يخطب لمبة. قالت له: أي اسمك يا حبي؟ قال لها: اللمبي. قال لها: قم من جنبي. ليش؟ قالت لها: ما ينفعش اللمبي يجلس جنب لمبة، الناس يشوفونها يقولوا بأنها كهرباء. ليش؟ الكهرباء حرام، وبعدين كل من لمبه على جنبه، وبعدين احنا بان بتسرق في الظلمي. انا نيتي نتكهرب بالحلال، كوني واثقه ان قلبي اوضح من فاتوره الكهرباء. قالت: كلهم بيقولوا كذا اول مره، تاكدي انك اول شمعه تضي لي حياتي. شوفي قراءه، شوفي قراءه قلبي، قراءه اوليه، وما فيش على قلبي اي متاخرات، ومركب عدات في الصمامات. يا مآمنة على المحطة الغازية، يا مآمنة للماطور الصيني، أنا مستعد أكتب لك عداد الكهرباء باسمك. ليش في كهرباء؟ علشان يكون في عداد. أوعدك تكوني معي أقوى لمبة في العالم، بولع لك أصابعي شمع. لمبي، أنت ناوي تقرع لي فيوز، خلي أصابعك ما ينفعوا إذا طفت الكهرباء، بدل ما تشتري الشمعة ب50 ولا أصابعك، وبالمرة اقلب اسمك من اللمبي إلى أبو لهب. مالك كذا يا لمبة؟ كل ما لصيت أمل تطفيه. لك لاصي يلصيك، روح دور لك على لمبة سحارية تضحك عليها. واضح ان الجنوب حقك حارق، وان احنا وصلنا الى طريق مسدود. فوق باخرة المواطير الصينية المتجهة الى اليمن، المواطير الصينية تتجابر فيما بينها. ماطور قال: فنعي ودونا الظاهر والله اعلم ان احنا في طريقنا الى مثلث الظلاء اليمن. يوم ما جعل هذا الباخر قراصنا، اليمنيين عايش قوبنا، عايش قلونا قرعه، اي كروبنا سع الحمير، عندهم الكهرباء طافيه طول اليوم، بالكثير ساعه يولعوها. قال الثاني: ساعه الرحمن ذا الحين والمواطر طافيه، انا سائر هناك اصلا علشان افتحس وابقى ماطور رجال. كل المواطر اللي صدروها بوشت، بيقلبوها غاز، بيشغلوها بقاس وصليب ترتر ودهنه من حق البقر. بكى قال: رجعوني الصين، انا مش حمل بهدله. قال: صدقني انك عاد تشوفوا بمك حريه. بيربطوا الماطور بحب الساعه ما يربطوا الطليق، وفي اعياد الميلاد ما بيطفوا الشمع، بيقرحوا مواطير. اليمن هذا تشتي ماطور قلبه كبير مثل ياماها الياباني، اما احنا صناعه الشك بالشك، منفع روح هذا البلاد. قلت لك انت سال عند شعب مخترع، مش بعيد يحولوك من ماطور الى ماكينه هايلوكس، او يقلبوك ديناميت ماء. انا اعرف ماطور صاحبي قلبوه مكنسه كهربائيه. هؤلاء الناس معاهم حكومه ولا عايشين في غابات؟ معاهم حكومه، بس حكومات مثل الغابات، كلها ادغال واحرش. يا ربي بيعوني المسؤول. لا تحلم المسؤولين معاهم مولدات ما يشتوش مواطير، لدرجه ان فيه مسؤولي نهبوا مولدات خاصه بمخيبات للنازحين. تصور الشعب مطفي والمسؤولين مسرجين. أسلاك الكهرباء الخاصة بالمسؤولين جديدة وأصلي، والخاصة بالمواطنين مقطعة مثل حبال الغسيل. معقول في شعب مقفل إلى هذه الدرجة؟ قال الماطور الصيني: عندنا لو مسؤول صيني يسرق لمبة بيعدموه بالكرسي الكهربائي. في اليمن العكس، اللي يسرق يقعدوه على كرسي بس مش كهربائي، كرسي ريش نعام. ريش نعام فعلا، هو ريش نعام. النعامة تدفن رأسها في الرماء وهم ينتفوا ريشها ويسووه وسايد وكراسي. يلا حول بقراصنة يخطفوا هذا الباخرة، عطروا قلوبكم بالصلاة على النبي، استودعكم الله.